لقد كان لدينا سياسة واضحة تجاه اليمن. الأمر الأول هو أن الإيرانيين ينبغي أن يوقفوا دعمهم للإرهابيين الذين يعرضون الأمريكيين للخطر. وطبعا ما حاولنا أن نفعله هو أن نحمي حريتنا وندعم حلفائنا وشركائنا. ما دامت إيران تنقل الأموال والتكنولوجيا والأسلحة إلى اليمن فإن هذا سيستمر أو النزاع سيستمر. وثانيا أيضا جزء مما فعلناه وما فعلته الولايات المتحدة في اليمن تحت إدارة ترامب هو أن نحارب القاعدة في اليمن. تذكروا بأننا قمنا بذلك بنجاح كبير وآمل بأن هذه الإدارة ستستمر في جهودنا لمكافحة الإرهاب هناك. والشيء الثالث هو أن نضمن بأننا نقدم الدعم، وقدمنا المليارات من الدولارات من المساعدات الإنسانية على مدى 4 سنوات للشعب اليمني. وأخيرا أيضا كان هناك جهد دبلوماسي والذي كان يهدف لإنهاء تلك الأزمة المعقدة التي واجهها اليمن على مدى سنوات.